وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصة. معنا لليوم رئيس لجنة بلدية ناعور المهندس عماد العبدالله. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك. اهلا وسهلا بكم. يعني شرفتونا. بداية مهندس عماد العبدالله، حدثنا عن نفسك، من هو المهندس عماد العبدالله؟ انا مهندس تخرجت من امريكا من الولايات المتحدة 1983، درست في كاليفورنيا بساكرامنتو، خلصت من هناك هندسة مدنية، التحقت في القوات المسلحة كتدريب لمدة سنتين، وبعدين دخلت التحقت بوزارة البلديات كادر وزارة البلديات حوالي 86-87، وعملت بمنتهى مجالات وزارة البلديات بجميع أقسامها تقريبا. كنت أكثر شيء أركز عليه الطرق، لأني شفت أنه الخلطات والفتوح والتعبيد بتخدم المناطق، بتعمل تنمية شاملة للبلديات، فكان هذا من أحب الأمور علي وأهم أحب الأعمال لي. تنقلت أكثر من موقع، كنت رئيس قسم طرق، بعدين التحقت كنت مدير هندسة لهندسة بلديات العاصمة، كنت رئيس لجنة بلدية مرج الحمام من 2001 إلى 2003، بعدين كنت رئيس لجنة بلدية ناعور من 2004، والآن برضو رئيس لجنة ناعور من 2017. أكيد محبة الناس وحبي لعملي كان بجوز دافع لي أني أنا أستمر بالموضوع. بعدين كنت رئيس لبلدية باب عمان ورئيس بلدية جرش بال 2007، ثم انتقلت إلى بلدية السلط نائب لرئيس البلدية مدة سنتين ونص، ثم مديرا لهندسة بلديات البلقاء، ورجعت بعدين مدير هندسة بلديات العاصمة، بعدين رئيس بلدية ومدير هندسة بلديات مادبة، خدمت في ذيبان فترة برضو حوالي 3 سنوات. يعني تقدر تقول تنقلت كثير، محلات كثير. الآن الحمد لله يعني رئيس لجنة، بالإضافة أني الآن أنا مدير مشاريع في وزارة البلديات، مشاريع بلديات المملكة، وكنت مدير لدائرة التخطيط لفترة حوالي تقريبا سنتين، مسؤول عن المشاريع الدولية، الهبات الأوروبية بتيجي لوزارة البلديات ولبلديات المملكة، كنت دايركتور للآر إل دي بي وهو مشروع ممول من الوكالة الفرنسية وممول من البنك الدولي تقريبا 52 مليون دولار، وهذا كان للبنية التحتية ومساعدة البلديات بالإنفستراكشر، بخلطات فتح وتعبيد، أمور تدريبية كان فيها كثير، تنمية المواهب والمعلومات لدى الأجهزة سواء كان بلدية موظفين بلدية أو موظفين وزارة، والحمد لله يعني ما زلنا على رأس عملنا ونشتغل، والله يقدرنا نعمل الصحيح إن شاء الله. يعني مهندس عماد، الآن حضرتك رئيس لجنة بلدية ناعور، يعني حدثنا عن أبرز الأعمال التي تقوم بها بلدية ناعور. طبعا البلديات هي دورها من أول كان عبارة عن نظافة، المواطن بهمه نظافة وبهمه إنارة وبهمه تكون الشوارع واصلة بينها البيوت وتكون بحالتها كويسة، وبهمه إنارة، والآن والنظافة هي جمع النفايات تكون البلد نظيفة مرتبة. الآن يعني نقدر نقول وزارة البلديات مشكورة، أعطت اهتمام كبير للبلديات في الأردن لدرجة أنها سوت استراتيجية للنفايات الصلبة أو النفايات المنزلية، فهذه أقرت الاستراتيجية من رئاسة الوزراء تقريبا شهر 15/9/2015، وهذه كانت تتبنى 3 مراحل للاستراتيجية، اللي هي المرحلة القصيرة والمرحلة المتوسطة والمرحلة البعيدة المدى. المرحلة القصيرة تمتد من 2015/2019، وكان لها بجت معينة، طبعا بتيجي هاي البجت أو الموازنة بتيجي من الدعم الدولي، من البنك الدولي، من وكالة فرنسية، من جي آي زد الألمان، ومن مساعدة برضه حكومة المملكة بموازناتها لعمل نظافة كاملة شاملة لبلديات المملكة. وهذا الحكي كان لازم يصير خاصة بعد اللجوء السوري ولمناطق الشمال، وطبعا اللجوء هذا استمر لمناطق الوسط ومناطق الجنوب. المنطقة المرحلة المتوسطة اللي هي كان من 2019-2024، المرحلة العالية أو لبعيدة المدى هي كانت من 2025-2034، وهذا بيظهر لك أنه كانت يعني مدروسة وعملت الدراسات صحيحة على الواقع عشان تعرف مدى الاحتياجات بتحتاجها بلديات المملكة لتكون المملكة الأردنية عامة بكل بلدياتها منطقة نظيفة وبلديات نظيفة وفعالة على الواقع. يعني بما أننا تطرقنا إلى موضوع الموازنة المالية للبلدية، يعني حدثنا أكثر عن الموازنة المالية للبلدية، وهل تكفي يعني البلديات؟ يعني البلديات الآن باتساع مستمر، وخاصة بلدية ناعور، يعني أنا خدمت ببلدية ناعور من 2004، الآن أفاجأ أنه ناعور متسعة بطريقة مش طبيعية، يعني بنحكي عمان عن 13 سنة تقريبا، يعني ناعور بقدر أقول صارت 10 أضعاف.
وهذا الحكي بيتطلب من البلدية كمان جهد، وبيتطلب موازنة قوية، وبيتطلب كوادر كبيرة مدربة عشان تقدر تغطي المناطق. طبعا المواطن لما بيبني بيت ويترخص بالتالي بده خدمات، بده نفاياته تنقام يوم بيومه، بده وحدة الإنارة تضاوي على بيته، بدفع رسوم وبدفع ضرائبه بحيث أنه البلدية تقوم بواجبها. وبالتالي بلدية نعور بموازنة متواضعة على 4.5 مليون تقريبا الآن، بعدد عمال نظافة مش هذاك العدد المطلوب، يعني المفروض يكون عدد كبير لكن العدد لا يكفي الآن، وصار في مراحل استثمارية ومشاريع استثمارية كبيرة، يعني جرينلاند قريب منا، يعني من دون ذكر المشاريع هاي الاستثمارية، هاي مشاريع استثمارية موجودة حول النعور. توسعت المناطق، نعور تتكون من 7 مناطق، كانت 7 بلديات، يعني نعور القصبة أو نقول البلدية الرئيسية، كان في عنا بلدية البيان، كان عنا بلدية منصورة، الروضة، قرى بني هاشم اللي هي العدسية بقول عنها زبوس الحسبان، ويعني هذا الحكي. والبلديات هاي كل ما عملها بتكبر وعدد سكان كبير بيزيد، والبلدية مطالبة بلدية نعور الأم إنها تؤدي واجبها وتكفي. فالحمد لله الآن إذا أنتوا لاحظتوا بزيارتكم إنه أغلب الشوارع، وبديش أقول كل الشوارع عشان ما يقولوا رئيس البلدية كثير، لا هي أغلب الشوارع بقدر أقول 90-95% على نظافة تامة، عندنا شفت صباحي وعندنا شفت مسائي. طبعا إحنا من ناشد أي جهة ممكن إنها تدعمنا، لأنه إحنا فعلا بحاجة لضاغطات، يعني الآن بيشتغل في نعور حوالي 5 ضاغطات، 5 ضاغطات عندنا، 4-5 ضاغطات خربانة، كوست مكلف جدا لها عشان الصيانة، بتصينها برضو ما بينفع الصيانة، فعملية الصيانة مزعجة ومرتفعة وانتهى دورها، يعني يجب أن يأتي كومبريسرات، كومباكترز والضاغطات جديدة للبلدية عشان تقدر تقوم بواجباتها. نعم. يعني لو تحدثنا مباشرة إلى وزارة البلديات، ما المطالب المحتاجة من وزارة البلديات تحديدا؟ والله أنا بتصور البلديات المملكة خاصة بالفترة الماضية يعني إجاها دعم كبير جدا، ومشكور معالي وزير البلديات، بقول لأنه وزيرنا لا بس فعلا اشتغل بطريقة يعني قدم خدمات كثيرة وساعد البلديات كثيرة، وكانت موازنات البلديات يعني على قدر كبير ممتازة في السنوات الماضية من الدعم اللي اجى من برا، ومعالي الوزير يعني وزع الضاغطات، اجت تبرعات من اليابانيين من جايكا، واجت من البنك الدولي، واجت من جهات كثيرة ووزعت على اغلب البلديات. بس زي ما قلت لك انا هذا الموضوع من اتساع الرقعة واتساع عدد السكان بحاجة باستمرار لمينتنس صيانة، وبحاجة باستمرار لعمال، يعني اذا العامل مرض او كذا بيأثر على موقع معين. الان احنا بلدية نعور نتعاون مع الأمانة عمان، ومشكورة يعني أمانة عمان بتقدم لنا كمان خدمات، وزارة البلديات بتقدم لنا خدمات بتدعمنا. الآن الوضع عندنا أفضل كثير، يعني إحنا كنا نتخلص من النفايات عن طريق الكابسات يوميا في مكب الغباوي، مكب الغباوي التابع لأمانة عمان وهو المكب الوحيد القريب علينا. فمشكور أمانة عمان خطبناهم إنه هذا الحكي بيكلفنا ديزل وبيكلفنا تعب، والآلية بتروح عمالة بتغيب ساعتين بين مواصلات أو أكثر، غير إنها تفرق حمولتها وغير إنها تلم، فبالتالي هذا بيسبب جهد وبيسبب وقت وبيسبب كمان زيادة تكاليف علينا. ففي يعني ما قصروا، وافقوا إنه نكب في المحطة التحويلية اللي هي الشعائر الموجودة قريبة هون في العاصمة عمان، فهذا وفر علينا جهد. يعني جميع الجهات، معالي الوزير مش مقصر معنا، الأمانة مش مقصرة معنا، وباستمرار معالي يعني بتابعنا أول بأول إنه مدى يعني احتياجاتنا. تحية كبيرة لمعالي وزير البلديات، وما بحكيك لأني أنا موظف بوزارة البلديات، لكنه فعلا على الواقع مشهود له إنه دعم كثير في أمور كثيرة وصوب أوضاع كثيرة. كانت أنا خبرتي ومدة عملي في وزارة البلديات طويلة، يعني ما بدي أحكي قريبة 28-29-30 سنة حتى، فهذا مضى يعني مجموعة كبيرة من المسؤولين. ما أتصور إنه الوزارة اشتغلت بطريقة سليمة إلا بال4-5 سنوات، اشتغلت أول طبعا، وإحنا ما بننكر جهد جميع المسؤولين كانوا قبل بوزارة البلديات، لكنه هذا الوزير حطها على الطريق الصحيح بكل الأمور. يعني صار في عندك تعديل لنظام الأبنية، صار في عندك تعديل مجموعة قوانين المكاره، ودعم للبلديات بالنسبة للضاغطات، دعم للبلديات بالنسبة لتعيين عمال، ارتبطت كل التعيينات بالفوضى اللي كانت أول، وكانت المزاجية في التعيين ارتبطت في ديوان الخدمة المدنية، وهذا ريحنا كثير. صحيح. يعني أنت الآن لا تخضع لضغوطات من المجتمع المحلي، لا ما بيكون فيها عملية تواصل مباشر، والأكفأ واللي بيقدم هو اللي بيشتغل. وكل الأنظمة والقوانين وضعت الآن في البلديات هي لصالح البلديات. نعم.
فوزارة البلديات مشكورة فعلا انها قاعدة تدعم وقاعدة بتستمر على التواصل مع البلديات. اللي ما عرفت بلدية نعور الان هي قريبة من العاصمة، وبتعرف المواطن الساكن في نعور بتشوف الخدمة المقدمة في العاصمة عمان، فأكيد بينه وبين نفسه بدي قارن. نعم. يعني يقول لك أنا ليش وأنا بالبلدية مش هذيك الخدمة، الحاوي بتقعد عندي يومين ما بيجوني. فإحنا حاولنا جهدنا الآن بالفترة البسيطة هاي اللي إحنا رؤساء لجان، أنا مدير المشاريع بوزارة البلديات، إنه نكمل هالمشاريع المستمرة، نبني برضو وراء المسؤولين اللي قابلنا رؤساء البلديات المنتخبين، ونعدل في بعض الأمور ونزيد في بعض يعني الأمور. يعني لو سلطنا الضوء أكثر، يعني كونك الآن رئيس لجنة بلدية نعول، يعني أبرز الإنجازات خلال توليك هذا المنصب؟ والله إحنا صارنا شهر، مفروض نقول 4 أشهر، بس الحمد لله إحنا في حوالي 9 مشاريع قائمة الآن في بلدية نعور. إحنا جهدنا على أساس إنه هاي تكمل هاي المشاريع، لأن هذه المشاريع ما قامت من الفراغ ولا قامت بس مزاجية، هذه المشاريع أقيمت طبعا أغلبها بنية تحتية في إشي أسوار مقابر، وإحنا باستمرار على أساس ننجز هذه المشاريع خلال الفترة هاي وتسيير أعمال البلدية، لكنه تسيير أعمال مش قاعدة وراء مكتب، تسيير أعمال بالكشف الميداني ومتابعة الأمور قبل ما نصل لخدمة المواطن. عليك من وجه المواطن، بطل المواطن يعني المواطن الأردني مواطن ذكي وصاحي، هو بيعرف الخدمة الصحيحة وبيعرف بده متابعة الخدمة الصحيحة. فإحنا بنبذل جهدنا الآن في البلدية إن نستمر ونزيد ونعطيه، لأنه بيستاهل المواطن الأردني، المواطن صبور وبيعرف الإمكانيات وما هيك متحمل، فإحنا واجبنا أن نكمل على هذا المسار ونقدم الخدمة اللي نقدر عليها، واللي ما بنقدر عليها نحاول فيها إن شاء الله. يعني نتمنى لكم التوفيق. الله يحفظك. مهندس عماد العبدالله، بالحديث عن الانتخابات البلدية، حدثنا عن الانتخابات البلدية. الانتخابات البلدية يعني وقتها قريب، إحنا بنناشد، إحنا بتعرف الموظفين دولة، لكنه أنا شايف إنه المجتمع المحلي واعي، بلدية نعور كثير ناس يعني الآن عمالهم بيرتبوا للحكي هذا، وإحنا بنتأمل إنه المواطن بنعور وبغير نعور بجميع أنحاء المملكة إنه ينتقي الشخص المناسب، الشخص المسؤول، الشخص اللي ممكن يخدمه ويخدمه صحيح. الآن الانتخابات راح نعور كنعور راح هي قلت لك 7 مناطق، وبالتالي راح يكون فيها 7 مجالس محلية. هلأ المجالس المحلية، ما نقول نعور كنعور القصبة، المجالس المحلية هاي بتتكون من 4 أعضاء، يعني المواطن في دبيان راح ينتخب 4 أعضاء بدبيان إضافة إلى كوتة نسائية. الكوتة النسائية راح تكون من أعلى الأصوات التي لم يحالف الحظ. هلا ممكن بال4 أشخاص تيجي امرأة، ما في مشكلة، هذه لا تحصى، اللي بتحصى إنه التي لم تفوز ولم يحالف الحظ تيجي كوتة. فبالتالي 6 مناطق راح يكون فيها 6. هذا تفعيل لدور المرأة، تفعيل لدور المرأة إنها بتفوت انتخابات وبتتنافس على المقعد، وبنفس الوقت فيها كوتي، فبالتالي يجب أن تشارك، هي نصف المجتمع، على نصف المجتمع مش حكي، نصف المجتمع بدها تعطي رأيها، وبالتالي وجودها ضروري وأكيد، وبتتفرج على وبتقيم أمور كثيرة بالخدمات، وجوزي في بعض الأمور تكون أقرب ويعني بخاصة بأمور ما تخص الأسرة والخدمات والأمور الثانية، فهي بتكون لازم. فأنا الآن أقول لك إنه المجلس البلدي لنعور، هو إحنا نحكي عن الإدارة المحلية، الإدارة المحلية زي ما حكيت تتكون من مجالس محلية عددها 7، كون نعور بما فيها نعور. هلا العدد تبع الأعضاء، كل منطقة غير نعور تتكون من 4 أشخاص بالإضافة لمرأة، فبالتالي تقولي 6 في 5 30 شخص. هلا نيجي لنعور، نعور عددها 6 أشخاص بالإضافة للمرأة كوتة نسائية من الذي لم يحالف الحظ، فبصير 37 عنصر أو عضو موجود في المجلس كمحليات. هلا نيجي مجلس بلدي نعور، يكون في مجلس بلدي نعور عضو ممثل لكل هذه المجالس المحلية، فبالتالي في عندي 6 أعضاء. هلا نعور الأصل هون القصبة بيكون منها 3 أعضاء منتخبين، هذول 3 مع 6 بيكونوا 9، الرئيس بيكون 10، و4 نساء كوتة بيكون موجود، مش كوتة، 4 نساء من الأعلى الأصوات الموجودة بيكون برضو ممثلين في المجلس البلدي. فبالمجلس البلدي في الحالة هاي بيكون عدده 14 شخص، غاد عندي 4+1=5، فهذا راح يكون، هذا اسمه الإدارة المحلية التي تكون من المجالس المحلية ومجلس بلدي نعور المكون للمناطق. هذا سبب احنا لا نحكي عن نظام اللامركزية، وانه المنطقة يجب ان تاخذ قراراتها بنفسها، هي الاقدر.
المنطقة إذا تعرف شو بدها، تعرف شو احتياجاتها، وبالتالي المنطقة بمجلسها المحلي تقدر ترفع شو بدها للمجلس البلدي، حتى موازناتها تكاليفها. المجلس البلدي برضو بقرر شو يعني وضع السياسي العام للمنطقة. أهل المنطقة أدرى، يعني هناك يعني أهل مكة أدرى بشعابها. نعم مشارك أكثر، فأكثر هم صاحبين القرار الآن. صحيح. ما بيصير قرار يجي من وزارة البلديات، ما بيصير قرار يجي من وزير البلديات. هو يجب أن يعلم ما هو المطلوب منه، شو هو بحاجة. ممكن أنا اليوم بحاجة لمدرسة، معناته المدرسة لازم تضع على أوليات أو الأولويات بالنسبة لموازنته. ممكن بحاجة لمركز صحي، بحاجة أنه يربط منطقة بمنطقة، بالتالي بحاجة لطريق. فهو الأبدأ والأولى والأكفأ أنه يعرف شو احتياجاته وبتدخل. فموازناتها بتكون صادقة وصحيحة 100%، وهي احتياجات فعلية. ثم إحنا إذا نحكي اللامركزية، اللامركزية الآن هو مجلس المحافظة بيعتبروه الآن ينتخب انتخاب في عضوين من بلدية ناور، يعني بمناطقها ينتخب عضوين فيها. فهذا بيرتفع بعدين لمجلس المحافظة، مجلس المحافظة بيقرأ السياسات كاملة، بشوف الاحتياجات كاملة، وبحط الأولويات بالتعاون مع العضوين هذولا وبالتعاون مع الباقي الأعضاء الموجودين. بالتالي بتخرج موازنات حقيقية وصحيحة وملامسة أكثر لواقع المواطن 100%. وبعدين أنت بتقدر، الآن إحنا بنقول البجت الموازنة قليلة، فبدك أنت هذا توزع الرغيف، بدك توزعه صح. ما بصير انت تقسمه من النص لشغله يعني مش هذيك الاهميه بالنسبه، والنص الثاني توزعه لامور ثانيه. فالمفروض هذه تكون ضمن اولويات وضمن اسس صحيحه. رائع. يعني مهندس عماد، حدثنا عن الرؤيه المستقبليه للجنه بلديه ناور، بالتاكيد متمثله بحضرتك وايضا بالقائمين عليها. يعني بنقول الله يقدرنا انه احنا نكمل العمل، وان نبيض وجهنا، وان نخدم جماعه اهل ناور ولواء ناور كله على اكمل وجه. طبعا احنا في بلديات ثانيه زي ام البستين وحسبان في لواء ناور، واحنا متعاون مع البلديات الثانيه. بجوز بلديه ناور كمركز يعني عندها امكانيات اكثر من البلديات الثانيه، بس بالاخر بنرجع نقول انه هذا زي باكج كامل المفروض يكون صحي، يتقدم من مواطن على اكمل وجه ويكون يبيض الوجه. يعني المواطن زي ما حكيت لك شو بيحتاج، بيحتاج نظافة انه تقوم شوارع تكون نظيفة، وبيحتاج انارة. وبنفس الوقت المواطن الان يعني صارت دور البلديات ليس فقط محصور بنظافة وليس فقط محصور في انارة. الان في عنا استثمار، في عنا مشاركة مع قطاع خاص وقطاع عام عشان البلديات تقدر تغطي موازناتها وتقوى. لأن البلديات ما بتقدر تعتمد دائما على الحكومة وعلى الميزانية العامة للدولة وتقول أعطوني مثلا بتوزع عمله 150 مليون بالسنة من عوائد المحروقات بتوزع على البلديات. السنة هاي صار 170 مليون. الآن في عندنا كان اللجوء السوري جانا دعم من برا، بس بالآخر بدك تعتمد أنت كبلدية على نفسك. يجب أن يكون هناك استثمارات داعمة ومردودها راجع. فكل بلدية المفروض تفكر بعملية البي بي، هو بين القطاع الخاص والقطاع العام، public and private sector، يتفقوا عليه ويشوفوا شو الأولويات. لأن في بلديات بتقول لك أنا بدي مصنع نسيج، بلديات بتقول لك أنا بدي كازية، بلديات. هذا الحكي على اللامركزية وعلى المجالس المحلية ومجالس، راح هذه تدرس صح. ما بتصير هي فزعة، أنا بدي مصنع معلبات. يعني يجب ويفشل. وبالتالي فهون هذول أقدر إنهم يعرفوا شو بدهم إياه، وإنهم يحطوا على خطتهم الأولويات 1 2 3 10. صح. الآن السنة أنا بكمل 1 2 3، السنة الجاية بكمل 4 5 6، لما أصل 10. فالاستثمار ضروري، والبلديات يجب أن يتجه توجهها بالإضافة لهذه المهمات الرئيسية إلى التنمية. التنمية المحلية ضرورية، الاستثمار، مشاركة مع القطاع الخاص، البلدية عشان تقوي إمكانياته وتقوي. إحنا زي ما بدناش تطلع دعاية إنه البلديات قاعدة بس تحط ضرائب وبتأخذ ضرائب. يعني نظام الأبنية إذا سمحتي لي أحكي عنه شوي. أكيد بتأكيد. نظام الأبنية إذا سمعتوا أنتم إنه قامت الدنيا ما قعدت عليه، إنه هذا نظام جائر وهذا نظام مخالف وهذا نظام راح تسوي الغرامات فيه 10 أضعاف. لا، النظام ما حكى هيك. نظام الأبنية، ومعالي الوزير مشكور في الحكي هذا وشرحه بجزء أكثر مرة، نظام الأبنية هو للي بده يخالف. الأصل إنك ما تخالف. فأنت لما تكون مخالف وسمح، الآن في فترة سماح، وأنا بناشد المواطنين إنه لا 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 30/8 مع المواطن إنه يجي ويرخص ويزبط على النظام القديم. الآن أنا أي واحد باني قديم قبل هذا التاريخ، قبل 1/1 يعني لا نستطيع 2017 اللي بنى قديم بيجي يرخص على النظام القديم. نعم. هلا اي واحد من 1/1/2017 بده يبني جديد، فالاصل انه يبني صحيح. نعم. يعني نعم. الان بده يقدم لي مخطط مقترح، فانا لازم ما يكون في مخالفه. صح.
الاصل ان لا يكون هناك مخالف، اما اللي بيخالف وبده يخالف لا بديش احط عليه 10 ليرات بدي احط عليه 100 دينار. وهذا جميعه يعني يصب في مصلحه المواطن اولا او اخيرا اكيد, أكيد يعني. لانه انت الان بتشوفي القضايا في البلديات يعني مرات شغلات كثيره محزنه، يعني لما اعتدي على الارتداد الجانبي، يعني صارت غرفه النوم قبل غرفه النوم صار في ازعاج، هي بتخلق مشاكل اجتماعيه. صحيح. صحيح. اللي مستغل مثلا بدل كراج صار في ازمه في الشارع، راح بعد ما خلص واخذ القرار واخذ الترخيص واذن الاشغال راح قسمه وسوى فيه كراجات وسوى فيه شقق. يعني الان انت مش مفروض يا تبع الاسكان تفكر بنفسك كيف بدك تربح بسلافه معينه مقابل ما تدمر حي كامل لانك. صحيح. انت بدك توفر. فالمواطن المفروض يرجع ويفكر بمواطنته صحيحة. لا نحن نسمع بالجرائد المواطن المواطن، أنا برأيي هذا تربية، هذه وازع جوا نفسه أن يكون على قدر مسؤوليته عبر الحكي. المواطن الأردني مش أهبل، المواطن الأردني صاحي وواعي ومتعلم متفتح الآن، والزمن اختلف وصار عالم السرعة وعالم الإنترنت، وبالتالي المعلومات كلها تنتشر في جميع المضامير بطريقة صحيحة. فالمواطن ما بتقدر تخبي عنه معلومة. صحيح. المواطن ما بتقدر تعده وما توفي. نعم. لأن المواطن إذا وعدته يجب أن توفي. نعم. يعني أنا أحييك على هذا الكلام الرائع. شكرا لك جزيل الشكر المهندس عماد العبدالله لتواجدك معي، ضيف شرف وضيف مميز في هذه الحلقات. شكرا المهدى لجلالة سيدنا. شكرا لك جزيل. شكرا لك سيدي. شكرا لك. الله يسعدك ويعطيك العافية. راسك بالعالي.